لا شرائع ربهم لهم الكرامة قد سمت بهم الهمم من طبق الشرع العزيز فإنه عبد يلوذ بربه وبيعتصم عرفوا السعادة في الذي حفظوا به شرع الإله فحلقوا فوق القمم شرع الإله فحلقوا فوق القمم ومضيعون لشرع ربي ثلة دنياهم ذهبت على قلق وهم فهم دعاة جهنم قد ضيعوا أمر الإله وعرضونا للنقم تبعوا به أهل الخنام.